هل من الواجب تلقين المحتضر وكيفية تلقينه؟ وأحيانا يقول الأطباء بقي له ساعة أو نص ساعة ويتوفى وتحصل فعلا، ماذا نفعل مع هذا المريض؟ لا يجب، لكن الأفضل أن يلقن، إما أن يلقن يقال له قل لا إله إلا الله، وإما أن يقال عنده لا إله إلا الله بدون أن يضجر، يعني ممكن ساعة يلا قل لا إله إلا الله، ممكن استغفر الله ربي، خاصة أنه أنا نقول نفسيته ما هي طبيعية الآن، ممكن يصرخ ماني قايل لا إله إلا الله وكذا يموت عليها والعياذ بالله، فيذكر بطريقة يعني مهذبة.